أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل 60 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام العشرة الأخيرة في اليمن. هذا الإعلان جاء بالتزامن مع إدراج الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الست 11 شخصية وكيانا يمنيا ضمن قائمة الإرهاب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد التوجه الأمريكي فيما يخص مكافحة الإرهاب في اليمن، وما هو انعكاس هذه الخطوة على تحرك الإرهاب في المنطقة. تطورات عديدة تشهدها اليمن في ملف مكافحة الإرهاب وتحرك أمريكي جديد يأتي بإطار توجه دولي وإقليمي ضد تنظيم القاعدة وجماعات أخرى ذات بعد عقائدي في اليمن. مكافحة الإرهاب وصوره المختلفة في اليمن فتح الباب للكثير من التساؤلات حول فاعلية التحركات لتجفيف منابعه، خصوصا بعد أن باتت التنظيمات المتطرفة تجد العديد من المناطق لتتحرك في حدودها. وبين هذا وذاك، ما تزال الغارات الأمريكية لمواقع التنظيمات التي تدرجها أمريكا على قوائم الإرهاب تمثل الاستراتيجية الأكثر استخداما هذه الأيام. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. يبدو بأن الحرب الأمريكية في اليمن لم تتوقف، أو هي في أشد طور من أطوارها، هكذا تقول الإحصاءات الأخيرة للبنتاغون التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا خلال العشرة أيام الأخيرة. وبحسب وكالة الأناضول، فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إريك باهون أن العمليات الأمريكية مستمرة لمكافحة الإرهاب ضد داعش بالمناطق غير المحكومة في اليمن، موضحا أن القوات الأمريكية نفذت غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، مضيفا أن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية وراجمات صواريخ وبنادق كلاشينكوف بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيا ليخطط لهجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها. وتمثل اليمن إحدى أولويات الأمريكان في ملف الإرهاب، فلا تكاد تغادر طائرات الاستطلاع والدرونز الأجواء اليمنية عوضا عما قامت به مؤخرا من إنزال ميداني في محافظات البيضاء وشبوة وأبين، وربما لا يقتصر الأمر بالنسبة للأمريكان على الهجمات الصاروخية وحسب. مؤخرا توالت القوائم ضد شخصيات ومؤسسات يمنية شملتها الخزانة الأمريكية بالعقوبات والحظر، لعل آخرها القائمة الجديدة التي احتوت 13 شخصا ومؤسسة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من اسطنبول الأستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم ضيوفك الكرام، حياكم الله. إذن عملية عسكرية أستاذ عبد السلام اليوم في البيضاء ضد عناصر من القاعدة كما قالت الأخبار الواردة من أمريكا، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم وما طبيعة هذه العملية؟ لا توجد لدينا معلومات عن هذه العملية بالتحديد، لكن نحن نعرف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن خلال الفترة الأخيرة، بالذات فترة ترامب تغيرت يعني أولوياتها، وحتى أولوية مكافحة الإرهاب دخلت في إطار معين يعني مختلف عن السياسات الأمريكية السابقة، وهو ما يتعلق ببعض الارتباكات اللي حصلت للإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية، ما جعل التنظيمات والجماعات الإرهابية تتوسع أكثر في اليمن، وأيضا الأخطاء التي ارتكبت خلال التخطيط لعمليات يعني تحولت من عمليات الدرونز إلى عمليات برية كما حصل في البيضاء في الفترة الماضية، وهذا أدى إلى ضحايا مدنيين، وهو ما جعل هذه الأخطاء تزيد من قوة هذه الجماعات. أنا باعتقادي أن ترامب في إطار سياسته الأخيرة في مكافحة الإرهاب، وربما بالتوافق مع مجلس التعاون الخليجي من خلال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، أعتقد أنه متجه لدعم التحالف العربي لضرب الجماعات الإرهابية،
لكن هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى إجابات أو كثير من الاستفسارات، مثلا ما يتعلق من يكافح الإرهاب في اليمن، هل في إطار الدولة أم في، وهذه النقطة التي سأسألك عليها كنت الآن، من يعني يرفع هذه المعلومات بالنسبة لمن ينسق محليا مع الأمريكان؟ دعني نضع النقطة بشكل صريح جدا بما يتعلق بمسألة الأشخاص الذي يوصفون كأشخاص في إطار القوائم الإرهاب. هناك معايير عالمية يعني لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا يمكن إطلاق الصفة الإرهابي أو يصدر قرار من وزارة الخزانة مثلا الأمريكية أو مجلس الأمن الدولي أو في إطار هذا الشخص أنه في إطار جماعة إرهابية إلا بهذه المواصفات. ولكن باستثناء بعض الدول العربية تطلق أحيانا لأسباب سياسية، يعني تضع بعض الأشخاص أو بعض الجماعات أو بعض المنظمات تحت إطار الإرهاب لأسباب سياسية ليست أسباب، وهذا قد لا يدفع الولايات المتحدة للتوافق معها في هذا الأمر. لكن عندما يحصل هناك توافق على بعض الشخصيات فربما المعايير شبه مكتملة. بالنسبة للأمريكيين لديهم طبعا يعني نستطيع أن نقول التحالف العربي موجود على الأرض في اليمن، وهو بديل ربما في عملية المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة المعلومات حول الجماعة الإرهابية والأشخاص، بديل كبديل لأجهزة المخابرات السابقة التي كانت تدار من النظام السابق. وحتى إلى فترة قريبة جدا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الأمن القومي اليمني، والأمن القومي اليمني لم يعد مرتبط بالدولة وإنما كان مرتبط بإدارة صنعاء أو إدارة الانقلاب في صنعاء، وهذا أحدث إرباك كبير جدا للأمريكيين كما حصل في أحداث البيضاء سابقا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من واشنطن الباحثة في العلاقات الدولية الأستاذة فاطمة واصل. أهلا بك أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا فيكم وبالمشاهدين والمستمعين، حياكم الله. إذن أستاذة فاطمة، هناك يعني نوع من التوجه المختلف بالنسبة لسياسة ترامب كما يقول الأستاذ عبد السلام محمد قبل قليل في مكافحة الإرهاب، هناك نوع من التدخل أكثر مما يعني اعتادت عليه اليمن على الأقل في مناطقها. كيف تقرأين أبعاد هذا التوجه في ظل الأحداث التي تمر في المنطقة؟ أعتقد أنه السياسة الأمريكية الآن تتجه إلى تقنين أيضا الدعم المالي، لأن العمليات العسكرية على المدى الطويل منذ حادثة كول سنة 2000 وحتى الآن يبدو أن كل هذه العمليات التي كان من شأنها استهداف حركات القاعدة أو تحركات القاعدة لم تأتي بالنتيجة المطلوبة، فيبدو أن هناك لابد من تدعم وجودها داخل الشرق الأوسط بإيجاد مركز لمحاربة الإرهاب من منطقة مجاورة للتواجد الإرهابي داخل اليمن. أعتقد أنا شخصيا أنه إدراج السعودية ضمن هذا قد يزيل عنها بعض التهم الدارجة لأنها ممولة للإرهاب، وإشراك قطر والبحرين والكويت وعمان ضمن هذه السلسلة سيقلل أيضا من التمويل الإرهابي الذي يحدث لهذه الخلايا الموجودة داخل الشرق الأوسط، وخصوصا في اليمن بسبب التدهور السياسي اللي حاصل والتدهور العسكري أيضا اللي حاصل، الاختلاف اللي حاصل بين الحوثيين والإرهابيين. كل هذه الأمور المشتبكة والمعقدة تحتاج إلى رؤية قريبة. ربما أمريكا وصلت إلى رؤية بأنه لابد من أن نرى عن كثب الناس من نفس المحيط ومن نفس البيئة، ربما يقرؤون الأحداث ويقرؤون العمليات بطريقة تختلف تماما عن الرؤية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة فاطمة. أعود إلى الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، يعني عندما نتحدث عن
يعني أنت فضلت في الحديث على أن سياق وضع الأشخاص على قوائم الإرهاب بالنسبة للمؤسسات الأمريكية هو أكثر دقة، سياق أكثر دقة، ولا يستخدم سياسيا ربما بشكل أكبر مما هو عليه يعني المنطقة العربية أو بعض الدول العربية. هذا يطرح تساؤل الآن، ماذا يعني إدراج أسماء على قوائم الخزانة الأمريكية في وقت هناك قصف وهناك استهداف بطائرات الدرونز أو حتى بتواجد عسكري على الأرض لكثير من الأفراد؟ يعني ماذا يعني هذا الإدراج، وكيف يتم يعني شرعنة أو يعني ما هي قانونية الهجمات خارج الأراضي الأمريكية؟ على ماذا تستند؟ طبعا وبعيدا عن الحديث عن السياسة الأمريكية تجاه اليمن حاليا، يعني بالأخص ما يتعلق بوحدة البلد ومن يحكم البلد، حقيقة يعني بالنسبة لمسألة إدراج أشخاص حاليا هو يأتي في إطار الاتفاق اللي تم وحصل في المنطقة وحصل تقارب من خلال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن يتم مكافحة الإرهاب سريعا. وأعتقد كثير من الإجراءات الآن تأخرت كثيرا، يعني هناك مؤشرات من 2015 كانت في اليمن واضحة جدا في مسألة الإرهاب وتأخرت إلى 2017. هذه المسائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أيضا الأشخاص الذين يعني ضمنوا، بعض الأشخاص، أنا لا أتكلم عن كل الأشخاص، بعض الأشخاص الذين ضمنوا في إطار قوائم الإرهاب هم سلكوا سلوك يعني يدخل في إطار المعايير نفسها، إما أموالهم وصلت لجماعة إرهابية أو أنهم قدموا دعم مباشر أو غير مباشر أو أنهم أصبحوا مظلة لجماعة مسلحة يعني خارج إطار الدولة وتمارس الإرهاب. هذا الأمر يعني قد لا يأخذ مسألة فقط يعني عمليات التحالف العربي لإسقاط الانقلاب، لأنه هناك اشتراطات أيضا على التحالف العربي، وهو في إطار استعادة الدولة وتمكين الشرعية هو مكافحة الإرهاب. خاصة نحن رأينا عندما وصل الحركة الحوثية إلى عدن كانت التنظيم القاعدة قد سيطرت على المقلة عاصمة حضرموت، وكانت سيطرت على مناطق كثيرة جدا أتيح لها. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مرة أخرى. أعود إلى أستاذة فاطمة واصل. أستاذة فاطمة، يعني في سياق الآن عندما نتحدث، وأنت باحثة في العلاقات الدولية، عندما نتحدث عن الأوضاع يعني الحالية في المنطقة العربية والتجاذب الخليجي الذي يحدث والاتهامات المتبادلة بتمويل الإرهاب ووجود هذا المركز، عندما تنسق الخزانة الأمريكية مع بقية دول الخليج في سياق هذا مركز مكافحة تمويل الإرهاب، هل هناك نوع من التسويات السياسية التي تحدث ويعني تتمحور أو نتائجها تكون في سياق ملف الإرهاب، أم ماذا يحدث بالضبط؟ كما قلت سابقا، يعني إدراج هذه الدول، يعني التجاذب الخليجي زي ما قلت، أو التجاذب الخليجي الذي حصل أثناء الأزمة القطرية السعودية والإماراتية كان من ضمنها هو عملية تمويل الإرهاب، يعني وتم الحديث عبر الصحف الأمريكية والإعلام العربي والأمريكي بأن كلا الدولتين تتهم بعضها بنفس التهم. وعليه أعتقد أنه إيجاد مركز داخل السعودية وبرعاية سعودية وإدراج هذه الدول أيضا، قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان ضمن هذا المركز، يقنن من عمليات التمويل ويعني التزام هذه الدول فعليا بمحاربة الإرهاب عسكريا من وجهة نظر أمريكية، لكن طبعا هي تخصصها، أليس كذلك؟ الإرهاب عسكريا وماليا، يعني في الأخير هذه يعني القواعد أو هذه التصنيفات هي من وجهة نظر أمريكية فقط، ليست بالضرورة، لأنه لكي ينشأ المركز أمريكا تأتي بالمشروع أو تأتي بالفكرة ولا يتم إقامتها إلا باتفاق جميع الدول، وإلا كيف ستكون أهليتها لممارسة أو مزاولة مهنتها داخل السعودية أو أي دولة عربية أخرى؟ يعني على سبيل المثال، حتى السياسة الأمريكية في محاربة الخلايا الإرهابية داخل اليمن أو أي عملية طائرات بدون طيار لا تأتي هكذا جزافا دون إذن الحكومة اليمنية. يعني كل شيء يتم بالاتفاق، يعني هذا إذا لم يتم هذا الشكل فهذا يعتبر بشكل دوليا اختراق لسلطة الدولة.
يعني لابد أن توضع سلطة الدولة في الاعتبار أولا لممارسة أي إجراءات دولية أخرى تقوم بها أمريكا أو أي دولة أخرى. نعم. طيب دعيني في هذه النقطة أعود إلى نقطة مهمة. أها تفضلي. ممكن أوضحها، لا أدري كنتم ناقشتموها في بداية الحلقة أو لا. طبعا بالنسبة هذا المركز الآن عندما ذكر التعاون الإرهابي، أمريكا دائما تقوم على تخصيص الأمور أو وضع معايير لها. يعني عندما نتكلم عن الإرهاب نحن ونعطي صفة عامة، لكن التخصيص الأمريكي مختلف تماما. يعني أمريكا تسميهم، هناك لها تسميات معينة، حتى الأسماء التي تمت إضافتها لهذه القائمة هناك أسماء ارتبطت بعمليات القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أسماء ارتبطت بالقاعدة بشكل عام وهي النموذج الأم أو الصورة الكلية للعمليات الإرهابية أو الإرهاب بشكل عام، وهناك عناصر ارتبطت بإيجاد دولة إسلامية داخل اليمن. لابد أن نضع في الاعتبار الاختلاف بين هذه المذاهب الثلاثة، وأن هناك أيضا اختلاف مهم جدا، أنه عندما أنشئت القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكان مقرها اليمن، كان هناك اختلاف وتضارب في الرؤى والأفكار التي بناها البغدادي، وعليه أنشئت هذه الحركات داخل اليمن. أتمنى أن أكون أضفت شيء يعني يوضح المغزى. بكل تأكيد يعني وضحتي لنا كثير من النقاط، ربما خاصة في سياق التنافس، أو ما يعني هناك من يقول أنه ليس هناك تواجد كبير بالنسبة لتنظيم الدولة في اليمن لفائدة وجود القاعدة، وهذه أمور غير واضحة بالنسبة للكثيرين. لكن قبل أن ندخل في تفصيلة هذا الموضوع، أريد أن أسأل الأستاذ عبد السلام محمد حول الآن. يعني عندما تكون هناك قوائم لاستهداف ممولي الإرهاب، وعندما يعني في المقابل يستهدف أناس أو أفراد بداخل اليمن عبر طائرات الدرونز، لكن في المقابل هناك من هم معلنين كمعرقلين للعمليات السياسية لليمن، وأيضا هم على قوائم العقوبات بالنسبة للخزانة الأمريكية، ونحن نتحدث عن أطراف في يعني كيانات أخرى مثل الحوثيين وما شابه. لماذا لا يستهدف هؤلاء أستاذ عبد السلام؟ أولا أود الإشارة إلى أن مركز أبعاد أصدر قبل أسبوع من القرارات الدولية أو أكثر تقريبا دراسة عن توحش الإرهاب في اليمن، الحرب الهشة على القاعدة رقم واحد، وستأتي أيضا السلسلة الثانية عن مسألة الحركة الحوثية وغيرها. هناك فارق كبير، يجب أن نفهم أن هناك معايير دولية لمسألة المتضمنين في إطار الأعمال الإرهابية، ومعايير أخرى لمن يرتكب جرائم حرب دولية أو جرائم بحق الإنسان أو جرائم إبادة. هذا مختلف عن هذا. هنا الارتباط بالفكر، يعني بالنسبة لل يعني التوافق الدولي على أن الإرهاب حاليا هو في إطار الجماعات الجهادية السنية التي تتجه باتجاه إنشاء جماعات مسلحة واستهداف المصالح الأمريكية والغربية، لكن الجماعات مثلا التي في إطار فكر آخر هي تستخدم السلاح للوصول للسلطة أو ولا تهدد أيضا بالنسبة للغرب ولا مصالح الأمريكية، هي تهدد مصالح دولها، وبالتالي الدول هي المعنية بعملية إدخالها في قوائم الإرهاب. هناك قرارات دولية صدرت باتجاه قيادة الحركة الحوثية، عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وعلي عبد الله صالح وابنه أحمد علي كمعرقلين تحت إطار ربما في قرار 2216 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هذه القرارات هي تضعهم كمعرقلين ومطلوبين دوليا، يختلف عن تقديرات الجماعات الإرهابية، بينما هناك اتخذ الغرب، ونحن نقول ليست المحاكم، اتخذوا في عملية استهداف أعضاء القاعدة حتى والتنظيمات هذه بدون أحكام قضائية. هناك كثير من الأمور التي يجب أن نفرق فيها، وعملية التصنيف عادة تخضع لمعايير، وأنا باعتقادي رغم أني لم أفهم السؤال جيدا، لكن باعتقادي أن هناك فارق كبير جدا بين ما يتعلق بمسألة الانقلاب واستهداف سيادة الدولة وبين هذه الجماعات التي تستهدف الأمن الدولي كما يعتبرها الخارج.
ولذلك بالنسبة لعملية مكافحة الإرهاب يجب أن تأخذ السلسلة متكاملة، وهو بالتعاون مع المنظومة الدولية والمنظومة الإقليمية وأيضا الحكومة المحلية. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي مرة أخرى أستاذ عبد السلام. بالعودة إلى الأستاذة فاطمة واصل. أستاذة فاطمة، يعني الآن عندما يدرج في قوائم الخزانة الأمريكية أناس لهم يعني تحرك كان في ظل الدولة اليمنية، هم أفراد في الحكومة اليمنية ولهم علاقة في الحكومة اليمنية، نتحدث عن محافظ بيضاء نايف القيسي وآخرين، هذا الأمر كيف سيضع الحكومة اليمنية أمام يعني المؤسسات الأمريكية أو في خلال مباحثات سلام قادمة مثلا؟ والله هذا السؤال معقد شوية، لأنه سيتدخل قليلا في سياسة الحكومة اليمنية أيضا في محاربة الحوثيين على الأرض، لأنه بشكل ما قد يتم استخدام مثل هؤلاء الأشخاص المجاهدين في محاربة الحوثيين على بعض الأراضي. يعني قد تستفيد منهم الحكومة، أنه من الممكن أن نواجه هذا التمدد الحوثي بما نملكه من مجاهدين يرفضون هذا الزحف الشيعي أو أيا كانت التسمية. لكن رغم أنه هؤلاء الأشخاص في محاربتهم للحوثيين على الأرض اليمنية لا يشكلون أي خطر أمني أو دولي مثلا على أمريكا أو أي دولة مجاورة، لأن الهدف في النهاية هو مثلا استعادة الدولة. فكما قلت لك، هناك سيكون تعقيدات أمام الحكومة اليمنية، ستواجهها عدد من المشاكل والالتزامات أمام المجتمع الدولي وأمام المجتمع المحلي. وعليها أنا أود أن أضيف فيما قلت بموضوع إدراج هذه الأسماء، يعني تم إدراج هذه الأسماء بعد تحريات واستخبارات كثيرة أكدت تحركات هذه الأشخاص وعملهم، هل هم كما قلت ضمن القاعدة أو شبكة القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو من ضمن المؤسسين لدولة الخلافة الإسلامية. يعني هذا الإدراج بالتأكيد أن الحكومة اليمنية تم إطلاعها عليه، وعليه لأن هناك توجه دولي كامل يجب أن تسعى كل المجتمعات الدولية لمحاربته، فستلتزم الحكومة اليمنية أمام العالم لمحاربة هؤلاء الأشخاص بما أنه تم إدراجهم وحظهم ضمن القائمة التي أصدرتها إدارة الخزانة الأمريكية. أشكرك الباحثة في العلاقات الدولية أستاذة فاطمة واصل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن. بالعودة إليك أستاذ عبد السلام، وبسؤال أخير، يعني الآن عندما يعني يكون التركيز الأمريكي على مكافحة الإرهاب في سياق الفعل ربما أكثر من سياق وضع السياسات على الأقل، ووجود أيضا توافق كما يبدو أنه خليجي على الرغم من الإشكالات أو التجاذبات السياسية الموجودة في الأخير، أغلب دول الخليج أعلنت ذات القائمة ووضعت الأسماء في هذه يعني كأسماء مستهدفة في يعني تجميد الأصول وما شابه. في هذا السياق أين هي اليمن من يعني تحديد العناصر الإرهابية من عدمها؟ أين هي سيادة الدولة اليمنية في سياق التحكم في الأسماء التي والمدافع عن الأسماء التي قد ربما هي كانت مع الحكومة الشرعية في شكل أو بآخر؟ دعني أقول لك، يعني من الأفضل للحكومة وغيرها حتى يعني بدلا الدفاع عن الأشخاص يتم مطالبة يعني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة أيضا والتحالف العربي لإعطاء سلطة لها على الأرض في خاصة في المناطق المحررة، وعدم الاعتماد على الميليشيات المسلحة التي كلما تم الاعتماد عليها أكثر كلما توسع تنظيم القاعدة أكثر. بالنسبة للأشخاص الذين وردت يعني أسماءهم، ليس بالضرورة أنهم حتى لو كانوا مع الحكومة ليس عيب، يعني قد يكونوا أخطأوا بشكل غير مباشر. هناك إجراءات تتم عادة في مسألة الرفع بأسماء هؤلاء، أحيانا بعض الأشخاص تصل أموالهم إلى القاعدة وهم لا يدركون ذلك، أو يصل دعمهم المباشر أو غير المباشر. هذه من الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص وعليهم تحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر. لكن مسألة الإدراج يعني بدل الانشغال عنها، يعني أن ندافع على شخص كان محافظ، حقيقة الأمر كل يمني
مهما كان يعني منتمي لجماعة إرهابية بشكل مباشر أو بغير مباشر، هو له الحق في التقاضي يعني وفي إطار المحاكم، محاكم الدولة وفي إطار القضاء، لكن هؤلاء غير مؤمنين أصلا بالدولة من الأساس. وبالتالي الآن الأصل مطالب بصلاحيات فاعلة للدولة اليمنية بحيث أنها يعتمد عليها في مكافحة الإرهاب من خلال سلطاتها الرسمية لا من خلال ميليشيات التي تشكل. ودعني أقول لك أن هذا أيضا، هذا التصنيف يعني قد يكون أغضب بعض اليمين، بل أغضب حتى مشاركين في إطار التحالف العربي، لأنه هؤلاء كانوا يعني في طرف إقليمي مثل الإمارات العربية المتحدة كانت تعتمد اعتماد كلي على تشكيل الأحزمة الأمنية من خلال قيادة أبو عباس ونائبه، بعض الأسماء التي وردت في إطار الجماعة الإرهابية أو حتى لم ترد، لكن في النهاية أن هذه الأسماء أيضا صدمتهم. ولماذا تم التوافق بشكل كامل؟ لأنها في أطر معايير دولية ولم تكن في إطار معايير شخصية، مع أن الإمارات العربية المتحدة أدرجت جماعات وتنظيمات سياسية وشخصيات في إطار الإرهاب وأيضا مصر، ولكن لم يدخلوا في إطار التصنيف الدولي. قوام الأمريكي، نعم. إذن أشكرك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.